السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم صدنا بعض الطيور، تابعونا إن شاء الله. هاي الصدر الطيور كلكم الداخل نشوفه إن شاء الله. اليوم حدينا شوية مكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الطيور، هذه أنت، هذه أنت. وشدينا هذايا الكرب، هذايا الكرب. كما قاعدين تشوفوا تلاحظوا ما شاء الله تبارك الله، ربي يرزقنا رزق حلال طيب مبارك فيه. احد الاحسان بالله كما تلاحظون، امبارح اصطدنا انثى، اليوم نصطاد انثى وذكر. احبتي بالله تابعونا على صفحه الصيد البري، ثم عندي قناه على اليوتيوب، حاولوا ان تصلوا الى هذه القناه، ثم ارجو منكم ان تتابعوا هذه القناه، قناه الصيد الصيد البري. سأحاول أن أغير هذا الاسم حتى الناس يعرفونه. يعني موقع اليوتيوب كثير يسأل عن موقع اليوتيوب بتاعي إن شاء الله بإذن الله سننزل. تابعونا وسنلاحظ كيف أخي هذا ذكر بالغ، ذكر بالغ. شوفوا ما شاء الله، شوفوا بسم الله ما شاء الله. وهذه أنثى، هذه أنثى، مثل الأنثى التي أمسكناها البارحة. ما شاء الله تبارك الله. كما تحدثنا عن الحاجب، إذا رأيتم الحاجب يكون أصفر داكن فهي أنثى بالغة كبيرة. من كان حاجب هكذا يكون أبيض أو نقول أبيض في بعض الاستراحة وتكون أنثى كبيرة. هذه تصلح لتجاوز السنة أي السنة القادمة. من كانت أنثى بالغة تحاول تزويجها حتى تستطيعوا أن تزوجوها أو أن تضعوها مع الكناري أو مع الحصون الفضائي لتهجير تهجير المجموعات. دربوا مع الكناري تتعلمون ما معنى. ثالث الفيديوهات يوم الثاني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.